حين سلموا أن من الصحابة من زنى ومنهم من بهت. تعرفون بهتوا من؟ منهم؟ عائشة أم المؤمنين، سورة النور، الإفك. ووصمهم الله بأنهم إيش؟ عند الله هم الكاذبون، وأتوا ببهتان عظيم، ومش منافقون كلهم، رأس النفاق كان إيه؟ تولى كبره، بس في منهم إيه؟ مصطح وحسان وزينب بن جاه، عفواً أخت زينب، صحابة وصحابيات يعني، كرماء طيبين ما شاء الله، غلطوا وكذبوا على عرض رسول الله يا جماعة، جرحوا قلبه ومقلته، عادي، لكن نعترف عملوا كذا وكذا 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 الصحابة، شحال؟ يعترفون بهذا ثم يقولون ومع ذلك كل هذا لا يسوغ لأحد أن ينتقدهم أو ينقص من أي واحد فيهم، وإن قتل الصحابة أيضا وإن وكل شيء فعلوا لابد أن تقول فعله باجتهاد وله أجر إن شاء الله. طب يا أخي النبي يقول في النار، قاتل عمار في النار، الفئة الباغية فئة تدعو إلى جهنم، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، والحديث متواتر. ما كيف تريد أن تقعد هذه القاعدة؟ قال لك لا احنا قعدنا قاعدة ثانية كمان، اسمعوا هذه القاعدة العجيبة وأرجو من يسمعه يعني يسمع الجواب عنها. قال لك قعدنا قاعدة، الصحابة عدول محفوظون، لهم المثابة الأعظم والأعلى والأكرم. بعد ذلك إذا ورد في أي نص شيء يجرح به إيه أحد من هؤلاء الصحابة لابد أن نؤوله حتى تبقى إيه للصحابة إيه محفوظيته ومثابته واحترامه. أقول لهم تقعيد القواعد مسألة سهلة، أستطيع أنا، تستطيع أنت أن تقعد الآن القواعد ما شئت، لكن لابد من تبرير تقعيد القاعدة. يعني مثلا نحن حين نحمل في القرآن الكريم أي آية توهم التعطيل أو التشبيه أو التجسيم في حق الله على التنزيه والإثبات في باب الأسماء والصفات، لماذا فعلنا هذا؟ لأنه في عندنا آيات قطعية محكمة تقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، ولا مش صحيح؟ هذا المبرر. فهل عندكم إيه قطعيات من سنة متواترة أو من قرآن، والقرآن كله متواتر، أو حتى من سنة صحيحة قوية أن الصحابة كلهم على التعريف الذي ارتضيتموه للصحابي مغفور لهم ما قدموا وما أسلفوا وما قدموا وما أخروا، وأنهم كلهم في الجنة من عند آخرهم؟ إذا لديكم هذا بطريق القطع هذا يبيح لكم أن تقعدوا القاعدة. ليس لديكم هذا، ولو استظهرتم بالثقلين على أن تثبتوا أن هذا موجود نقول لكم عكسه تماماً هو الموجود في القرآن والسنة، في القرآن والسنة عكسه هو الموجود، عكسه هو الموجود. لذلك الشيخ الألباني من المعاصرين رحمة الله عليه رد على الحافظ ابن حجر قال لا تقعد قاعدة أنه كل الصحابة في الجنة وكذا وتجيب كلام ابن حزم، قال له هذه ما بتدخل عقلي الألباني. ليش؟ لحديث الباب في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة، إيش الحديث الصحيح الألباني؟ قاتل عمار وسلبه في النار. قال هذا نص النبي يقول ليقتل عمار في النار، لا تستطيع، بده هذا من غصب عنه يخرج، ما في القاعدة هذه. وقاتله صحابي اسمه أبو الغادي الجهني في النار، ما في كلام. وزي ما قلنا وكركرة في النار، وقزمان في النار، ومدعم هذا في النار، والحديث في البخاري، وكثيرون منهم في النار ولم يثبت عليهم نفاق، منهم من غل، منهم من قتل نفسه، من كان في النار، ما في، مش من المنافقين بالضرورة، لا، لم يكونوا منافقين، في النار، كله في النار، فما في. هذه القاعدة لا مكان لها، هذه قاعدة بالتشهي وبالهوى، بفكرها طريقة علمية، مش هيك العلم، ما في. وين مسوغ تقعيد القاعدة؟ يستطيع خصمك أن يقعد قاعدة على الضد منها تماما، لا بينفع المسألة، مش هكذا، لابد لها من مسوغات علمية، مسوغات إيه؟ علمية حقيقية أيها الإخوة. المهم، فالنبي قال من أحسن منكم، يعني في الإسلام، من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أي في الإسلام منكم يبتسمون أخذ بما عمل إيه في الجاهلية والإسلام. هذا الكلام منطقي، تعرفوا ليش؟ لأنك أنت إيه على الأقل التقيت برسول الله، تشرفت وتنورت أنك التقيت إيه بالنور التام، بسيد الخلق، إمام الأنبياء والمرسلين. عليك أن تكون أعظم وأكثر استقامة من غيرك ممن لم ينل هذا الشرف، صح ولا لا؟ لذلك كما قال الله تعالى، يعني عموماً يا إخواني لا ندري هل شرف الصحبة هكذا بالمطلق، يعني بالمطلق بالعام في العام يوازي شرف أن تكون إحداهن زوجة لرسول الله؟
وهي من أصحب أصحابه، صاحبة بالجنب، زوجه موضع سره، صحيح؟ وترى منه ويرى منها، زوجته. يعني ساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتن لكن مثابة عظيمة، لكن لا بعنوان إيش؟ الزوجية فقط، إنك زوجة محمد، لا، الزوجية مضافا إليها ماذا؟ إن اتقيتن، إن اتقيتن. إذا اتصفت أم المؤمنين بتقوى الله مع كونها أم المؤمنين، هذه ليست كسائر النساء، ولذلك لأن لها هذه المثابة الخاصة وهذه الميزة الفارقة، إن أتت بفاحشة مبينة ماذا؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. كأن النبي أيها الإخوة فهما في عمق الآية قال أيضا إيه لمن رآه، لا أحب أن أقول أصحابه وغير أصحابه، قال لمن رآه ممن له الصحبة الشرعية وحتى الصحبة اللغوية، من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بمعنى في الجاهلية، ومن أساء منكم في الإسلام أخذ. ما قالوا مش من كفر ما ارتد، من أساء يصحبني ثم يسيء السيرة، ثم يسيء السيرة أخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام. فهمتم كيف؟ طب لماذا هذا تضعيف صار؟ لأنك أنت صحابي أو على الأقل إيه التقيت به، وهذا عدل، لأن الله قال لمحمد نفسه صلوات ربي وتسليماته على محمد وآله وصحبه، قال له إيه؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لأنك نبي رسول، خطأك مضاعف. حيقول لي واحد والله عجيب يا أخي، هذا منطق قرآني واضح جدا جدا، طب من أين أتينا بالمنطق هذا الذي أخرج الصحابة من هذه القاعدة اللي بتنطبق على الرسول نفسه على أمهات المؤمنين، وجعلنا الصحابة ما شاء الله ذنوبهم مغفورة من عندي آخر، يفعلوا ما فعلوا واحتقبوا ما احتقبوا. أنا أقول لك دون أن أقسم بالله قاعدة أموية سياسية ليست علمية، لا قرآنية ولا نبوية، سياسة، سياسة ألفت هذا الكلام حتى نسكت ونغض على إيه؟ على جرائم إيه؟ بني أمية ومن تلاهم أيها الإخوة من ظلمة المسلمين، ممنوع. بس بني أمية هم الذين إيه؟ وضعوا هذه القواعد، وعلماؤهم ورواتهم من النواصب، مش كلهم، بعضهم من النواصب أيها الإخوة، نعم بعضهم من النواصب هكذا.